بزعل لما الاقي في مشاكل في اي جامعه. فلقيت انه للاسف ويمكن كلنا سمعنا عندها مشاكل واشتباكات بسبب التكدس بتاع الطلاب واهاليهم. انا مش عارف اهاليهم رايحين معاهم ليه برضو، يعني سيبوا العيال تكبر، سيبوا العيال تنضج، تروحين مع العيال تعملوا ايه؟ طالب ولا طالبه داخلين الجامعه، بابا وماما رايحين معاه ليه؟ طبعا عاده الامهات قلبهم رهيف. المهم تحصل اشتباكات ومشاكل بسبب تكدس الطلبه والاهالي في جامعه المنصوره اثناء ايه؟ اثناء اختبار القدرات بكليه الفنون الجميله. فتيجي الجامعه تقرر تشكيل لجنه لاداره الازمه. أزمة بسبب تكدس، أنتم متخيلين؟ وصلت إدارة الجامعة لفين يا جدعان؟ وتحط آليات للتنفيذ من بكرة بإذن الله، يعني أنا أوصل إدارة الجامعة إنها تعمل لجنة إدارة أزمة بسبب التكدس بتاع الطلبة وأهاليهم، وناس ترفع كرسي؟ إيه الكلام ده؟ طيب خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور محمد عطيه نائب رئيس جامعه المنصوره للتعليم والطلاب. اهلا بيك يا دكتور. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ مساء النور على حضرتك. هو ايه اللي بيودي الاهالي مع الطلبه الجامعه يا فندم؟ طيب خلينا احيي حضرتك الاول وفريق العمل المحترم والساده المشاهدين. الله يحفظك. اختبارات القدرات بيأديها طلاب الثانويه العامه تمهيدا لالتحاقهم ببعض كليات جامعه المنصوره. ايوه. وبنؤدي اختبارات القدرات منذ سنوات، وحتى هذا العام بنؤديها من يوم 26/7 بمنتهى السلاسة وما فيش مشاكل. عظيم. ما حدث اليوم هو يعني توارد أعداد ضخمة من الطلاب، ما كانش كلهم مفروض ان هم يكونوا متواجدين اليوم، والحمد لله جامعة المنصورة قادرة على التعامل مع هذه الأعداد مهما زادت عن الأعداد المقررة. ولكن كان الجديد النهاردة إصرار العديد من السادة أولياء الأمور على التواجد داخل الحرم، وزي ما سيادتك تفضلت يعني بدون مبرر. أدى ده طبعا إلى حدوث التكدس اللي حضرتك مشكورا عرضته. أستاذ الدكتور رئيس الجامعة زي ما حضرتك تفضلت عقد اجتماع طارئ للجنة إدارة الأزمات، وخدت عدد من القرارات الفورية، منها فتح قاعات جديدة لاستقبال الطلاب، زيادة أعداد الإداريين المسؤولين عن إنهاء الإجراءات وتحصيل الرسوم، وزيادة عدد الماكينات اللي بيتم بها تحصيل الرسوم. وبالفعل انتهت الأزمة على مدار يوم، وانتهينا الى انه النهارده اختبرنا 2200 طالب، وانهينا اجراءات ما يزيد عن 3100 طالب في يوم واحد. في يوم واحد الحمد لله. وانا عايز اقول لحضرتك ان احنا مثلا النهارده في كليه الفنون الجميله اللي هي محل الفيديو اللي سعادتك عرضته، هي كليه بتقبل في الدفعه اجمالي في العام الدراسي كله اقصى شيء من 400 الى 500 طالب، احنا النهارده اختبرنا 750 طالب. ماشي. ده حق ابنائنا طبعا علينا. مش مختلفين. وبنستمر في تقديم الخدمه، وبكره في اجراءات اخرى جديده وقاعات اخرى جديده لاستيعاب اي عدد من الطلاب بيود في اداء اختبار القدرات. ولكن بطلب من ابنائنا الطلاب الالتزام بتعليمات المنظمين، وبطلب من السادة أولياء الأمور عدم محاولة دخول الحرم الجامعي، لأنه حقيقي هيؤدي إلى إعاقة الهدف اللي هم عايزينه، وهو إن أولادهم يؤدوا هذه الاختبار. جزء من ما حدث في اليوم إنه الوزارة مدت فترة الاختبارات، وده خبر يمكن لسه ما انتشرش جدا، مدت فترة اختبارات القدرات حتى 11/8 بدلا من 6/8. فبأطمئن أبنائنا وأولياء أمورهم إن كل من سجل على منصة اختبار القدرات سيتم اختباره، نلتزم بالتواريخ المحددة لينا لأداء الاختبارات، ونلتزم بتعليمات المنظمين، وبتستمر جامعة المنصورة في أداء دورها إن شاء الله بإذن الله. يعني عملية نقدر أقول يا دكتور محمد الجامعة ما عندهاش أي مشكلة في إنها تخلي الطلبة يعملوا اختبارات القدرات وتنهي الأوراق، حتى لو مليون بني آدم، مليون طالب ومسجلين. تماما. بس ما فيش منطق يقول إن أنا أجيب معايا بابا أو أجيب ماما أو أجيب الاثنين. ده أسر كاملة حضرتك شرفتنا اليوم مع أبنائنا الطلاب.
والكل يعني متدافع على منافذ أداء الخدمة، فده في النهاية طبعا أدى إلى بعض الإعاقة. يمكن على مدار اليوم برضو كان في بعض يعني ادعاءات من كافة الأطراف بحدوث بعض الاشتباكات الطفيفة، ودي محل تحقيق من الجامعة وهتاخد مجراها الكامل بالطبع. انه الطرفين ادعوا على بعض، سواء اذا كان بعض الاداريين او بعض من اولياء الامور، ادعوا على بعض بانه حصل يعني تشابكات، وتشابكات بين طلاب وبين اولياء امور وبعض، وبين يعني في ادعاءات كثيره وهي محل تحقيق، بس هتاخد وقت في تفريغ الكاميرات وفي الوصول الى حقيقه ما حدث. صحيح. بنتمنى مره اخرى انه الجميع يلتزم بالتعليمات، وهي معلنه على موقع الجامعه وعلى موقع الوزاره، وبيسعدنا استقبال اي اعداد من ابنائنا الطلاب. انا عايز اقول لحضرتك ان 750 طالب اللي احنا اختبرناهم النهارده في كليه الفنون الجميله جايين من 11 محافظه. يعني عندنا بيجي طلاب من شمال سيناء ومن جنوب سيناء ومن اماكن بعيده جدا، فاحنا طبعا وسهلا الكل ينور بس بالنظام. طبعا، وبنقدر طبعا اللي جايين من المسافات وبنعطيهم الاولويه في اداء اختباراتهم مراعاه لمسافه السفر اللي هم مسافرين. فباكد مره اخرى انه يعني ما حدث اليوم ان شاء الله غير قابل للتكرار باذن الله، مع التزام كافه الاطراف بالتعليمات، ومع ان الجامعه بتزود قدرتها الاستيعابيه بما يتناسب مع الاعداد اللي بتتزايد يوميا ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور محمد عطيه، نائب رئيس جامعه المنصوره للتعليم والطلاب.